بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة Metallurgical Discussions، فيديو النهاردة يعتبر تاني فيديو من سلسلة الفيديوهات الخاصة بالبايبنج. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نقرأ الايزومتريك دروينج والايزو بيحتوي على ايه، ايه محتويات الايزو. خدنا فكرة عامة زي introduction، تمام، واتفقنا ان احنا هنكمل في ان شاء الله في فيديو النهاردة الجزء الخاص بالبايبنج ايزومتريك دروينج. تمام، بس ريفيو سريع كده عن المحاضرة اللي فاتت. كنا اتكلمنا عن تعريف الايزو، اتكلمنا عن الايزو بيحتوي على ايه او بيعرفني بايه. قلنا بيحتوي على اللاين نمبر، رقم اللاين، بيحتوي على الايزومتريك كونتينويشن. لو انا عندي ايزو، وهنشوف مثال في الايزو بتاع النهارده اللي هنشرحه، بيبقى كونكت على ايزو تاني عشان نعمل بايبنج سيستم ونكون بايبنج سيستم عندي. تمام، الفلو دايركشن، اتجاه الفلو، اتجاهه ازاي، ناحيه النورث الساوث، وهنشوف النهارده مثال على كده. الدايمنشن والجوينت تايب، لو عندي جوينت بات ويلد ولا فيلت ويلد ولا سوكت ويلد، وهنتعرف النهارده على الحاجات دي. الفيتنجز والفالفز، تعريف ايه زي ايه الفيتنجز والفالفز والسيمبلز بتاعتها، هنتعرف عليها النهارده في الفيديو بتاع النهارده. الايكويبمنت كونكشن، لو انا عندي بايبنج كونكتد على ايكويبمنت، تمام، و برضو النومينال بايب سايز، زي ما احنا قلنا البايبنج بيتعرف بيه النومينال بايب سايز والسكيدول، والكل نومينال بايب سايز سكيدول معين، سيكنس معين حسب الازمي بتاعنا، لو كربون ستيل او سل ستيل. تمام، في الماتيريال زي ما قلنا بنتعرف على الاستم بتاعنا، وهنشوف في التيبل زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت في فابريكيشن ماتيريال وفي ريكشن ماتيريال. تمام، وقلنا رولز برضو في الفيديو اللي فات، رولز للسبولينج، ازاي بنقسم، بنعمل الويلد ماب بتاعتنا، بنقسم السبولز والجوينتس بتاعتنا شوب ويلد وفيلد ويلد وعلى اي اساس. وكنا ممكن نرجع للفيديو اول محاضره، اللي محدش تابعنا يرجع على موجود الفيديو على قناه يرجع له في محاضره رقم 1 كنا اتكلمنا عن الحاجات دي. النهارده هنستكمل الحاجات الخاصه بالايزو. تمام، احنا بس ده مثال، لو قلنا سامبل ايزومتريك هنقول سريعا حاجات كنا اتكلمنا المره فاتت عنها وهنستكمل اللي قلناها. تمام، فسريعا كده احنا قلنا ده مثال للايزومتريك. الايزومتريك لو اخذنا بالنا، تمام، بصينا عليه من على اليمين من تحت، بيبقى رقم الايزومتريك اهو، ده بيختلف من رقم الايزومتريك من شركه لشركه. لو بصينا هنا اهو، ده الرقم ورقم البيلدنج اللي هو المبنى اللي فيه اللاين ده او الايزو ده. تمام، هنا بيقول لي ان اسم الشركه سيمنز اللي هو الكونتراكتور، وعندي السب كونتراكتور هنا اسم السب كونتراكتور نيم، وعندي الاونر اللي هو الايجيبشن الكتريست هولدنج كومباني. طبعا ده مثال، فيه بيختلف بقى من شركه لشركه، بيبقى عندي كونتراكتور سب كونتراكتور والاونر واسم المشروع هنا اهو، اسم المشروع كان مشروع محطه كهرباء. تمام، وعندي هنا رقم اللاين زي ما قلنا او الايزومتريك. تمام، وهنا بيديني الاصدارات بتاعه الدرونج، اخر ريف، ريف 3. لازم اتاكد انا كمهندس كيو سي نازل استلم الورشه او في السايت من البراد اللي هو البايب فيتر، فاتاكد ان هو شغال على اخر ريف. برجع للتكنيكال اوفيس المكتب الفني، بشيك ان ده اخر ريف شغال عليه، وكل شركه لها سيستم بيدي ستامب او مهندس التكنيكال اوفيس بيمضي عليه ان ده طالع من المكتب الفني بتاريخ اللي هو 13/6 مثلا هنا 2016، وده اخر ريف، وان واخد ايشوت فور كونستراكشن. تمام، ولو بصينا فوق هنا على اليمين هنلاقي في تيبل اللي هو البيل اوف ماتيريال، في فابريكيشن ماتيريال زي ما قلنا وفي اريكشن ماتيريال. فابريكيشن بيستخدم في الورشه والاريكشن بيستخدم في السايت، اللي هي الماتيريال اللي بيستخدم في السايت. وفي مدين هنا نوتس، لازم ارجع النوتس واقراها كويس، والبايب سبول، السبول زي ما قلنا وعرفنا في الفيديو اللي فات ازاي نقسم السبول والرولز بتاعتها ايه، وايه السبول 1 و3 و5، توتال اريكشن ويت الوزن بتاعها كذا، وسبول 2 و4 توتال ويت بتاعها كام كيلو اللي هو 554 كيلو جرام. تمام، في كل ايتم هنا في الفابريكيشن ماتيريال ايتم معرفه بالنمبر بايب سايز، القطر بتاعه ايه، والايدنتيفيكيشن نمبر الرقم التعريفي بتاعه، والكوانتيتي انا محتاج منه قد ايه، والويت بالكيلو جرام، الوزن بتاعه بالكيلو جرام. تمام، لو بصينا
تحت كده في الايزو على اليمين هنا مديني بقى تيبل فيه البويلر كود. الكود اللي انا شغال عليه بيقول لي اللي هو NBEB1 اللي هو نون بويلر اكسترنال بايبنج، الناس اللي شغاله في محطات كهرباء. الازم ستاب في ازم ستاب ولا لا؟ بيقول لي نو. الانسبكشن تبع شركه نيم. الميديوم هنا بيقول لي ووتر، يعني الخط ده هيمشي فيه ميه، تمام. والبي اند اي دي نمبر، رقم البي اند اي دي، والماتيريال كلاس. كل الايزو بيتعرف او كل لاين بيتعرف بالبايبنج كلاس بتاعه، بيختلف من شركه لشركه، وبرجع للمواصفه عشان اعرف التوصيف بتاع البايبنج كلاس دي من المواصفه بتاعه العميل، تمام. برجع لها واقراها كويس جدا. وبيقول لي هنا برضو الانزوليشن، لو الخط ده فيه انزوليشن او لا، والثيكنس بتاعه كام. الستاندرد اللي انا شغال عليه بيقول لي الازمي ب 13.1 اديشن 2012، تمام. ولو لاحظنا هنا مديني ايه في اكس وواي وزد. ايه تعريف الاكس والواي وزد؟ لو احنا بصينا في الايزو، اهم حاجه قلنا على موضوع الدايركشن، عشان واحنا بنستلم موضوع الاورينتيشن زي ما قلنا المره اللي فاتت، في مديني حرف ان في شمال الايزو من فوق خالص، وسهم ده احنا قلنا يعتبر بلانت نورث اللي هو الشمال بتاع المحطه بتاعتنا، تمام. والاتجاه اللي عكسه هيبقى الساوث، واللي على اليمين الايست، واللي على الشمال ويست، وفوق اب، وتحت داون، تمام. لو بصينا هنا اهو، يبقى الواي هنا عندي بيمثل النورث، والاكس بيمثل الايست، والزد بيمثل الاليفيجن. عشان متعرف عندي على الايزو، لو بصينا هنا مديني ثلاث قيم الكوردينيتس بتاعتي، الاكس والواي والزد، لازم ابقى عارفهم دول ايه، عشان وانا بستلم على اشوف الليفل بتاعي، اشوف النورث بتاعي مظبوط او لا، او الاتجاه اللي انا شغال فيه، تمام. عشان اتاكد ان الخط او المنزل السايت ان دي هتركب مكانها، او الزبوله دي كبايبنج، عشان هكمل بايبنج سيستم متكامل، ان ده راكب مظبوط في الخط في الاكس بتاعه، مش مترحل من مكانه، او في مشكله بعد كده اجي يحصل كونكشن على اكويبمنت او فيزل او ايا كان، ما يحصلش ان الخط يكون مترحل واضطر اعيد واقطع جونت او ايه، كل ده بيكلفني كوست عليا وعلى الشركه بتاعتي، تمام. طبعا ده دور الكواليتي كنترول ككيو سي انجينير او ويلدنج انسبكتور، نازل بيستلم من البايب فيتر اللي هو البراد، يخلي باله من الحاجات دي. احنا كنا قلنا المره اللي فاتت في حاجات اساسيه ومهمه جدا نخلي بالنا منها واحنا بنستلم، موضوع الماتيريال رقم واحد اللي هو الاستم بتاعي، نشوف الزبوله الستامب اللي عليها، ممكن يكون عندي في السايت في المشروع اللي انا فيه في اكتر من ماتيريال، في جريدز مختلفه، في اللي هي كلر كود حسب المواصفه بتاعتي والبروسيدرز بتاعتي، اخلي بالي منها واشوف الستامب اللي عليها. موضوع التراسابيلتي كهيت نمبر، ولازم جنب البراد لما بيفطب جونطه اللي هو الفيطب جوينت، يبقى جنب كل جوينت عامل ايدنتيفيكيشن تيبل بيتعرف فيه كاتب الايزو، ورقم الزبوله، رقم اللحام اللي هو جوينت نمبر، وبيحط تيبل للويلدر نمبر اللي هو اللحام بعد ما تاخد ريليز ان كيو سي اكسبتد، ده اكسبت تدخل اللحام، رقم اللحام اللي اشتغل فيها بيكتب رقمه، وكيو سي امضه الكيو سي بعد استلام الفطب، وكيو سي بيمضي اللي هو خانه للفيجوال ان الفيجوال ده اكسبت، تمام. ده بالنسبه لموضوع الماتيريال. تاني حاجه موضوع الاورينتيشن بيعتمد على البلانت نورث زي ما قلنا. تالت حاجه الدايمنشن بيبقى واضح على الدرونج، بيختلف من شركه لشركه حسب الايزو اللي عندي، ممكن ايزو زي اللي هنشوفه النهارده سيمبل وبسيط جدا موضح للايزومتريك على لكل ايتم لوحده واضح وصريح، مش محتاج اقعد احسب واشوف الدايمنشن واشوف الراميه بتاعت الكوع ده واخصم كده، كل هنا موضح لي ومسهل لي الدنيا. الصافي بتاع البايب كقط ليست واضحه وصريحه، ممكن في ايزو تاني ما تلاقوش واضح وصريح وتضطر تحسب الحاجات دي، تمام. رابع حاجه الالاينمنت اللي هو الموازين، باجي بشوف الخط بتاعي فيه سلوب ولا لا، وهنتعرف ازاي اعرف ان الخط بتاعي فيه سلوب، تمام، او ان هو الالاينمنت، يعني بحط الميزان بتاعي واشوف الخط ده الالاينمنت 100% مظبوط ما فيهوش سلوب ولا اي حاجه، تمام. وكنا قلنا مره فاتت موضوع الام تي او اللي هو الماتيريال تيك اوف، اللي هو انا عندي برجع له الشيت بعرف انا عندي في اللاين ده محتاج كام البايب قد ايه، قطر ال 4 بوصه، محتاج كفيتنج محتاج قد ايه عندي، فطبعا برجع له عشان اقدر احدد واعرف انا محتاج قد ايه في
الايزومتريك ده. تمام. وكنا برضو الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا انواع الدروينجز وتعرفنا عليها، اللي حابب يعرف ممكن يرجع للفيديو الاولاني، وانا مقسم لكم الفيديوهات برقم الليكتشر، ليكتشر 1 2 3 وهكذا. تمام. ده ريفيو سريع عن اهم الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها واحنا بنستلم. طيب انت تيجي تقول لي يا باشمهندس انا راجل كيو سي نازل استلم، ايه الدوكمنتس المهمه او اللي اخلي بالي منها وانا نازل استلم، اراجع ايه، اخلي بالي من ايه؟ احنا قلنا الحاجات اللي يعني بخلي بالي منها وانا بستلم في الورشه او في السايت. طيب كدوكمنت بقى انا لازم قبل ما انزل اصلا اكون مذاكر الدوكمنت بتاعتي وقارئها كويس جدا. اول حاجه السبيكس بتاعت السبيسيفيكيشنز، مواصفة المشروع، الاي تي بي اللي هي الانسبكشن تيست بلان اللي بتحدد لي انا هولد ولا ويتنس ولا ريفيو. كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي نعمل بريبير للاي تي بي وتعريف كل بوينت فيها، موجود على القناة، اللي حابب يعرف تفاصيل يدخل على الفيديو ده ويعرف كل حاجة عن الاي تي بي. تمام. الدرونج اللي انا شغال عليه اللي يعتبر ريفرنس دوكمنت، الكونستراكشن كود اللي انا شغال عليه، انا هنا شغال على الكونستراكشن كود اللي هو ازمي بي سيرت 1.1 اللي هو الباور بايبنج. تمام. محتاج ايه تاني؟ محتاج لو انا البي اند اي دي طبعا اللي هو البايب اند انستنتيشن دياجرامز، ده لي فيديوهات قادمه ان شاء الله ونوضحها بالتفصيل. ايه تاني؟ الايزومتريك زي ما قلنا. تمام. الام تي او الماتيريال تيك اوف الشيت بيبقى موجود معانا. تمام. بلس الحاجات اللي احنا قلناها واحنا بنستلم نخلي بالنا من ايه، فالحاجات دي اكون قارئها كويس جدا عشان ابقى اوير بكل حاجه انا بستلم ايه. طبعا كانسبكشن ككيو سي بيستلم بيفور اللي هو قبل اللحام اللي هو موضوع الفطر، ديورنج اثناء اللحام بتابع هنخلي بالنا من ايه، وافتر افتر ويلدنج بعمل ايه الانسبكشن المطلوبه طبقا للاي تي بي، بشوف انا محتاج ايه الانديتي المطلوبه عندي وايه اللي بيتم بعد اللحام، ولو في ديستركتيف تيست ديستركتيف تيست او ميكانيكال تيستنج عامه بيتم بعد اللحام ايه اللي بيتم، خلي بالي منها طبقا للاي تي بي. تمام. والكونستراكشن كود اللي انا شغال عليه اللي هو الازمي بي سيرت 1.1 اديشن 2012. تمام. احنا قلنا كده سريعا ده اللي هو سامبل للايزو، فاحنا هنا دلوقتي تعرفنا على ما عارفين ان البايب بياخد سنجل لاين، ده رام سيمبل للايه للبايب، فهنفتح شيت فيه السيمبل بتاعت البايبنج او الايزو سيمبل ده اهو عشان لما نشوف الشكل بتاعنا نعرف ده ايه. فهنا مقسمهم لي في تيبل واضح وبسيط جدا، الصورة بتاعت الفيتنج اهو والفيتنج اسمه ايه، والبات ويلد سيمبل يا اما اللحام يا اما بات ويلد يا اما سوكت ويلد يا اما ثريدد سيمبل، وبياخد الشكل ايه والفرق بينهم واضح هنا، والفيتنج اهو والصورة بتاعته. لو انا عندي قلبه 90 قوة 90 درجة اهو شكله على الايزو بيبقى واخد الشكل ده في حالة البات ويلد، واخد هنا سيركل بولد وهنا السوكت ويلد بياخد الشكل ده. تمام. لو ثريدد بياخد لاين كده من ناحيتين بعرف ان ده ثريدد. تمام. مش لحام. تاني حاجة القلبه 45، قلبه 45 درجة بيبقى شكله هنا على الدرونج لو البات ويلد، هنا لو سوكت خلاص عرفنا ده السوكت ده ثريدد، اختلاف بس موضوع الديجري الدرجة بس، وعارفين ان احنا القلب عندنا منه لونج ريديس وشورت ريديس، وبيختلف عندي في اللي هي نطرة الكوع او الرمية بتاعتي، في اللونج ريديس بيبقى 1.5 دي وفي شورت ريديس 1 دي. تمام. نيجي نتكلم عن الفيتنج بقى بالنسبة لل قلنا القلب، ودلوقتي التي، التي في منها ايكوال وريديوسنج دي، يعني ايكوال تي وريديوسنج دي، ايكوال تي يعني التي في ثلاثة برانشات هنا، التلاتة دول نفس السايز بيقول عليها ايكوال تي، يعني السايز هنا زي هنا زي هنا فبيتقال عليها ايكوال تي، ريديوسنج تي يعني السايز اللي هو البرانش ده مختلف عن السايز هنا، يعني لو ريديوسنج تي يعني مثلا عندي 4 بوصة على 6 بوصة، يعني ده 6 بوصة وهي البرانش 4 بوصة، القطر مختلف، هنا ايكوال تي يعني 6 في 6 بتقول لك 6 في 6 يعني ايه القطر 6 بوصة في البرانش بتاعه 6 بوصة،
وبياخد الشكل ده السيمبل بتاعه في حالة البط والسوكت والسريت. تمام. الكاب بياخد شكل كده، شكل الكاب واضح، هو مفهوش مشكلة. الريديوسر في نوعين، في كونسنتريك ريديوسر بياخد الشكل ده، والريديوسر السنتريك بياخد الشكل ده. تمام. ده بيبقى بط ويلت ومديني السيمبل بتاعه. تمام. وده سيمبل اهو للتي ايكوال والريديوسنج تي والكاب. ده سيمبلز بسيط عشان لما نبقى احنا بنقرا في الايزو مجرد ما اعرف اشوف السيمبل ده اعرف ده ايه، عباره عن ايه الفيتنج. تمام. نرجع للايزو تاني اللي كنا بنتكلم فيه. احنا هنا هنبدا من هنا اول حاجه ابص عليها هنا، شايف ده زي ما شفنا دلوقتي، يبقى ده رمز ايه؟ البو. تمام. ومديني دايمنشن هنا، سهم اهو مديني الدايمنشن على البايب، محدد لي منين هنا الدايمنشن، زي ما قلنا جايب الكات ليست اللي وصفي بتاع البايب، فانا مش محتاج احسب، خلاص هاجي استلم دايمنشن على زي ما موجود على اللوحه بالظبط اللي وصفي بتاع البايب. هنا مديني الدايمنشن من هنا لهنا وعامل اكس. تمام. اللي هو هنا في الحام. تمام. بوضعه في الويلد ماب، بيقول لي ان المسافه دي عامله 5712. طبعا دايمنشن بيقول لي لو ذكرنا اللي انا مذكور على اللوحه ان كل دايمنشن ده بالمليمتر. تمام. عامل سهم وجو اي ايتم جوه مربع رقم 8، بدخل عليه في البيل اوف ماتيريال، بشوف ان ده تعريفه او توصيفه بيقول ان ده 90 درجه، ومدين الاكس والواي والزد زي ما احنا اتعرفنا. الواي ده اللي هو النورس، الاكس ده اتجاه الايست، الزد ده اللي هو الليفل بتاعي، وجاي مديني سهم على القلب بيقول 152، ده اللي هو بناء عليه رمية الكوع او نطرة الكوع اللي هي 15.2 اللي جت منين دي، اللي هو القطر بتاعي 4 بوصه بدرجه زي ما قلنا في اللونج ريدس 1.5 دي، فاقول 1.5 في 4 بضربها في 25.4 يديني 152 دي، عشان بحول من بوصه لمليمتر فبيديني اللي هو رميه الكوع ده. فبستفيد منها لو انا جايب لي الايزو الدايمنشن بتاعي، لان في ايزوات هتقابلنا كده جايب لي الدايمنشن من هنا لغايه السنتر بتاع ال. تمام. في الحاله دي بحسم الرميه بتاعت الكوع، بستفيد منها في كده، وان شاء الله هنعمل فيديو للقوانين دي كلها بالتفصيل. تمام. فالقلب ده اتجاهه هيبقى اتجاه ايه؟ احنا قلنا ده اتجاه النورس، تبقى للوحة اهو ده النورس. تمام. يبقى اللي عكسه اتجاه الساوس، واليمين ايست وهنا ويست. فهنشوف شيت كده موضح الموضوع ده، اورينتيشن اهو اهو. يبقى هنا عندنا النورث في الايزو ده، اللي عكسه يبقى ساوث، هنا يبقى ايست، اتجاه تاني ويست، اب اند داون، عشان وانا شغال يعني مثال اهو مطبق. ادي سهم ماشي، يبقى ده ماشي هنا اتجاه مع اتجاه النورث، يبقى كده دخلنا على قلبه، القلب ده نازل داون، يبقى ده اتجاهه داون، يبقى ينزل اتجاهه لتحت. بعد كده ده سيمبل الفالف، بعد كده الفالف داون، بعد كده في قلبه كونكتد على الفالف، القلب ده رايح اتجاه ايه؟ اتجاه ماشي مع اتجاه الايه؟ الايست، تبقى لي النورس بتاعنا ده. تمام. بس فبالتالي موضوع الاورينتيشن بقى سهل جدا معانا. يبقى مشينا البايب اهو بالدايمنشن بتاعنا. تمام. وفي هنا بقى هنشوف تفاصيل الديتيل، رقم الزبول ده رقم الزبوله، وطبعا هنوضع عليها الجوينت. يعني انا عندي الحام هنا، بعمل ان ده لحام اس دبليو واحد يعني شوب ويلد واحد، ولو اف دبليو يعني فيلد ويلد. ومعرف لي هنا لو بصينا اهو في الايزو من تحت في ريماركس بيقول ان الويلدز ار فيكسد باي كونتراكتور، اف دبليو ده فيلد، الاس دبليو ده شوب ويلد. تمام. بيقول لي ان الفاينل دايمنشن اوف فالفز اند ان لاين كومبوننتس تو بي تشيكد باي كونتراكتور، لازم ايه تعمل لها تشيك بين عن طريق كونتراكتور اللي هو كونتراكتور عندنا اللي هو سيمنز. تمام. نيجي بعد كده بنشوف سيمبلز تاني، اس 10 ايه الاس ده؟ ده سبورتس، سبورتات بقى بتختلف من مواصفة سبورتات من عميل لعميل، وبيبقى ليها في سبورت ليست، ونعرف السبورت ده تفاصيله ايه. ولو دخلنا على اس 10 هنا في البيل اوف ماتيريال اس 10 هنرجع لها هنلاقي ده بيقول لك سبورت سنجل سايدد ويلدد، القطر بتاعه محتاجين منه 8. تمام. وبيبقى فيه لي ديتيلز مع مواصفة العميل السبورت ليست، موضح لي فيها كل حاجه. تمام. نشوف السبورت ده ويلدد ولا مش ويلدد، في لحمات في رينفورسد بدات تلحم على البايب ولا لا،
فحاجات مهمة جدا نخلي بالنا منها واحنا بنستلم، عشان ممكن تيجي تدي ريليز او تيجي تعمل ريليز الهيدرو تيست ويكون في لحام ناقص، تقول انا ما خدتش بالي. لا، دي مشكلة كبيرة، لان اللحامات الاتاجد بالباي مهمة جدا، لان مش هينفع طبعا دي تعتبر كبانش. ايه الناس اللي هي اشتغلت بايبنج فاهمة النقطة دي، ولسه هنوضحها قدام شوية. واحنا بنعمل بانش ليست تبقى كاتيجوري ايه، ان الحاجات دي اللحامات اتاجد بالبايب، هنخلي بالنا منها، ما نجيش نعمل هيدرو تيست وناخد بالنا بعد كده ان في لحام ناقص، تمام. فموضوع السبورتات مهم جدا طبعا. بالنسبه في حاجه اسمها ايه، بايبنج ستريس اناليسيز، ده موضوع سوفت وير، في برامج كتير بتشتغلها، كديزاينر بيوضحها لنا، على اساسها بيحط السبورتات، محتاج سبورت هنا ايه، ما تبقى لي الديزاين، الديزاين بتاعي يعني البريجر عندي قد ايه، السيكنس عندي قد ايه، محتاج انزوليشن او لا. فعلى اساسه بيجي الديزاينر بيحط لي سبورتات على بعد قد ايه، نوع السبورت اللي هنا، فبيختلف حسب الديزاين، تمام. خلي بالنا ما احنا ماشيين كده هنشوف سهم، ايه السهم ده؟ مثلث. المثلث ده هو كاتب لك سلوب 1%، يعني الخط ده مش الاينمنت زي ما قلنا من شويه، مش هحط ميزان اقول ايه ده مش ميزان ده ليه، لان هنا قايل لي اهو في في مثلث بيقول لي اتجاه السلوب، اتجاهه الاتجاه فين، اتجاه اللي هو الساوث، في 1% سلوب، تمام. في ميل مش، وانا بستلم مش هحط الميزان، ما استلموش ميزان. بعد كده نمشي على مع البايب، هيقابلنا قلبه، القلبه ده لو بصينا عليه رقم 7، لو دخلنا على البيلف ماتيريال رقم 7 بيقول لي ان القلبه 90 درجة ال ار، يعني لونج ريديوس، ازمي بي 16.9، اس اي يعني ازمي ماتيريال 234 دبليو بي بي بات ويلد، تمام، ويز سكيدول ستاندر، الديجري بتاعته 89.7، قطره اللي هو ال ان بي اس 4 بوصة، ومديني الايدنتيفيكيشن نمبر، وانا محتاج منه كوانتيتي واحد، ومديني الويت بتاعه 3.9 كيلو جرام، تمام. القلب ده اتجاهه هيبقى ايه؟ فاحنا قلنا ده النورث اللي عكسه ايست ساوث، وبعد كده هنا ايست، فده اتجاهه 90 درجة واخد اتجاه، تمام. هنا لا، هنخلي بالنا من حاجة بقى، شايفين هنا في تهشير، أول ما أشوف تهشير على الأيزو معناه إيه؟ معناه إن كده إن في مروحة، في درجة هنا. وسؤال بنتسأله في الانترفيو، إن هنا بعرف إن في درجة ليه؟ لو بصيت على القلب رقم 6 ده ألاقي واخد درجة اللي هي 61.9، ومديني دايمنشن هنا اللي هي 752، وعامل لي مثلث كده عشان أحسب الزاوية اللي هي سيتا عن طريق إيه؟ القوانين بتاعتنا، هنوضحها ازاي نحسبها. مديني ان هنا في كوع متمروح بدرجة 62، تمام، وطالع فوق اهو، بس واخد درجة، مش طالع ستريت، طالع بدرجة 62، تمام. بعد كده ماشي، قابلني هنا سوكولت رقمه مديني رقم 3، بيقول ان ده 4 في نص نومينال بايب سايز، يعني 4 في نص بوصة. لو دخلنا على رقم 3 انا هيقول لنا ده سوكولت، سوكولت اهو ام اس 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 بي 97 كلاس 3000، لان الشوكليت بيتعرف بالكلاس 3000، ومعانا ويلدوليت، بس الويلدوليت بيتعرف بالسكيدول، تمام. الاستم بتاعه اس اي 105 يعتبر ازمي ماتيريال، اس دبليو اي يعني ايه سوكت ويلد اند، تمام، سوكت ويلد اند، القطر بتاعه 4 في نص بوصه، لانه بيتعرف بياخد الاربعه ده اللي هو القطر البايب، النص بوصه اللي هو ايه القطر بتاعه، يبقى كونكشن عليه ايه، بيقول لي سي ايزو كاز، ده اللي هو الكونتينيويشن اللي بنقول عليه، تمام. هو ده ايزو اللي هو 42 ال اي بي 0 بي ار 450، ده بيختلف طبعا الايزو ده من شركه لشركه حسب المشروع بتاعنا والسبيسيفيكيشن بتاعتنا، وكل سيستم ليه تعريف زي ما احنا قلنا بقى، اول حاجه المواصفه بتاعه العميل. بعد كده بنطلع هيقابلنا قلبه، القلبه ده رقمه 5 واخد درجه 89.4، اتجاهه ماشي اتجاه بقى، لو بصين هنا ده اتجاه الويست زي ما قلنا، اتجاه الويست. وبعد كده مقابلني هنا سبورت، وموضح لي المسافة من السبورت لغاية القلب وقد ايه، تمام، اللي هو بياخد 2 لاين دبل لاين كده من الاتجاهين، اعرف ان ده سبورت، وموضح لي على بعد قد ايه اللي هي 199 من الكوع ده، تمام. بعد كده في كوع 45 درجة، تمام، اهو رقم 4 طبعا، عرفنا خلاص الكوردينيتس بتاعتنا الاكس والواي وزد والايه. وبعد كده القلب داخل على
شايفين في ريديوسر، تمام، رقم 2. رقم 2 بيقول 4 × 3 بوصة ان بي اس 13 ملي اوفست. لو دخلنا على رقم 2 اهو هيقول ريديوسر اكسنتريك، الازمي بتاعه اهو، والماتيريال اس اي 244 دبليو بي بي، السكيدول بتاعه ستاندرد، تمام. الاتجاه زي ما قلنا واخد 45 درجة، فلاقينا واخد درجة 45 زي ما احنا قلنا. بعد كده داخل على فالف واخد رقم 12، تمام، وبيقول لي هنا سي ايزو كذا، اللي هو الكونتينيويشن ده هكونكت على الايزو رقم كذا. لو نزلنا تاني تحت ناحية الالبو في بيقول لي سي ايزو كذا، ده الكونتينيويشن على ايزو شيت 2. عندنا الايزو ده 2 شيت، ده شيت 1 اوف 2، هننزل على شيت ايه؟ شيت 2 اهو، شيت 2. لو رجعنا هنا تاني هنلاقي هو بيقول هنا ايه، كونكتد فروم شيت 1، يعني البايت ده كونكتد هنا وماشي باسلوب 1%، وامشي بقى الاتجاهات واكمل معايا ايه الايزومتريك بتاعي، تمام. ده بكل بساطه ازاي نقرا الايزومتريك ونمشي مع الاتجاهات ونتعرف على الفيتنج والفالفز والكومنت اللي عندنا على الدروينج، تمام. في موضوع مهم ان احنا بعد ما بنعمل الويلد ماب خلاص بيبقى عندنا الويلدنج كنترول شيت او الويلدنج سامري شيت اللي بنزل عليه اللاين بتاعي والايزو الايزو شيتس بتاعي بالرقم الجوينتس واللحامات عشان اقدر اعمل عليه كنترول، عشان كده اسمه ويلدنج كنترول شيت. ده من ضمن الدوكيمنت المهمه في موضوع البايبنج ايزومتريك. فطبعا الناس اللي اشتغلت بيبقوا عارفين كده كويس ان ده بيقدر يتحكم كنترول عن طريق الشيت ده، بعرف التراسابيلتي واعرف كل حاجه، الهيستوري بتاع اللي عشان كده اسمه هيستوري، الهيستوري شيت او كنترول شيت، كل حاجه عن الجوينت دي. انا عندي مثلا لحام بعرف من اول ما خد فيطب لغايه ما خد الاسبوله دي خدت ريليز للاريكشن هتركب في السايت، وبعد كده اتعمل السيستم ده او الايزو ده اتعمل له هايدرو تيست، تمام. ولينا مواضيع كتير بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل بانش ليست، ازاي نعمل ريليز الهيدرو تيست، وايه الدوكمنت اللي بحتاجها في التيست باكج بتاعتي في البايب، تمام. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله استنوني فيديو جديد خاص بالبايبنج، فيديو هيكون قوي ان شاء الله. اتمنى اكون قدمت معلومه مفيده، واستنوني فيديوهات قريب ان شاء الله تكون قيمه. شكرا.